هذا التذكير ستسمعونه في بداية كل أوديو فيما يخص الساعات المتزاوجة مثل ما يسمى ليزور جيميل أو الساعات المعكوسة ليزور انفيرسي، والغرض منه تذكيركم بأنك إذا مثلا راقبت ساعتك إلى أن تصل إلى أرقام متشابهة لتعتقد أو لتثبت بأنك رأيت أرقام متشابهة فهنا أنت على خطأ. أنا أقصد بهذه الكبسولات أنك حين ترى الساعة بصورة مفاجئة تجد أن ثلاثة من أرقامها متشابهة، مثلا 11 و11 دقيقة أربعة أرقام متشابهة، أو تجد 11 و12 دقيقة ثلاثة أرقام متشابهة. هذا ما يسمى ليزور جيميل. أما إذا وجدت الرقم معكوس بمعنى مثلا 2:21 دقيقة، فإذا عندنا 2 2 1، والواحد ينتمي كذلك للاثنين، لكن الناس في الغالب تشوفها أنها ساعة معكوسة. هي مش ساعة معكوسة، هي في الحقيقة مضاعفة للرقم. الرقم الأصلي لهنا هو 1 و2 هو الرقم الإضافي. فإذا إذا حدث أن رأيت الساعة بصورة مفاجئة ووجدت أن أرقامها متشابهة، فهذا يعني أن العالم الماورائي يريد أن يبلغك رسالة ما، أو تحذيرا مهما، رسالة مبشرة أو تحذيرا مهما، وستسمعون هذا التنبيه في بداية كل أوديو. ينبغي أن يحدث هذا الأمر بصورة مفاجئة، وخاصة إذا كنت نائما نوما عميقا واستيقظت بصورة مفاجئة ووجدت الساعة متزاوجة أو معاكسة. إذا استيقظت من نومك بصورة مفاجئة وقابلتك في الساعة 22 دقيقة أو 2:22 دقيقة، الساعة الأولى ساعة مزدوجة والساعة الثانية ساعة ثلاثية تريبل، on appelle ça les heures triples، فمعنى ذلك أن الشيء الذي تشك فيه أو الشيء الذي يحيرك منذ مدة راح تتلقى عليه الإجابة من محيطك القريب في وقت قريب كذلك. يعني إذا كان في ذهنك مشكلة ما أو سؤال ما طالما طرحته ولم تجد الإجابة عنه لا في حدسك ولا في عقلك ولا من الأشخاص المحيطين بك ولا في عالمك الصغير، فلما تشوف 2:22 أو 2:20، فهذا معناه أن الإجابة قريبة. الإجابة ممكن تكون حلم أو إشارة من نوع ما، ترقيم سيارة مثلا، أو جملة تسمعها صدفة بين شخصين في الشارع إلى آخره. في أكبر إشارة لهذا الرقم الروحاني جدا ممكن ينكشف لك سر، أو ينكشف أمامك شخص كان يكذب عليك لمدة من الزمن. لما نقول مدة طويلة معنى ذلك أقصد أكثر من سنة. وفي أصغر إشارة لهذا الرقم معناها أنك راح تتلقى اتصال أو رسالة من شخص غائب عنك، مثلا أم شخص ابنها أو بنتها غايبة عليها، فمعنى ذلك أنها ستتصل بها قريبا. المهم هذه الساعة لما تجي تجيب معاها معلومة معينة بصورة قدرية توصل لك لحتى بابك، يعني بصورة واضحة، مش ممكن أنك ما تشوفهاش، مش ممكن أنك لا تنتبه لهذه المعلومة. في معناها العام 2:22 في معناها العام تعني أن الملائكة أو الأرواح النورانية الطيبة ستساعدك في الخروج من الكونفوجن، ستساعدك في الخروج من أي شيء مثل ما قلت تشك فيه أو أنت متعثر فيه، بمعنى موجودتلوش حل أو موجودتلوش إجابة. أوكي؟
وهي كذلك لا تظهر لك يعني بصورة كثيرة. إذا ظهرت لك بصورة كثيرة فمعنى ذلك أنك متأخر، يعني في شيء لازم تعرفه وأنت متأخر عليه. إذا ظهرت بشدة يعني شفتها في كل مكان، أو شفتها لا أدري في الساعة، وشفتها في أماكن أخرى، فهذا إلحاح. وقد تعني أخيرا أنه يجب عليك الإيمان بطموحاتك وتطلعاتك، وأن تضع النقاط أو التفاصيل اللازمة في حياتك لتتحمل مسؤولية الإنجازات التي تنوي القيام بها. أخيرا اثنين 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 تعني كذلك أنه عليك أن تتحمل مسؤوليتك في علاقاتك الخاصة، وخاصة العاطفية منها. وأخيرا هي ترمز في الحب على أنك مع الشخص المناسب. سلامتكم، تحياتي.